هنا بقى اهلا يا وائل. ازي حضرتك؟ انت منور يا وائل، وانا منور شخصيا حضرتك. كنت سعيده جدا الله جدا يخلي حضرتك، بوجودك هنا. الله يخليك. يعني خليني اقول كده، يعني انا ما كنتش لسه عارفه ومتاكده من وجود الفنان يعني صوت مصري الجميل وائل الفاشني، لان الله وائل يخليك حضرتك، مميز، له لون كده خاص الله يخليك يا استاذه. روحاني صحيح وجميل، يا استاذه، ده كلام كبير فوجودك قوي. في الافتتاح يعني شرف لينا. الله يخليك يا استاذه، الله يخليك يا احساسك استاذه. ايه بقى؟ انت موجود على مهرجان جرش؟ دي اول مره تكون موجود في جرش. انا عارفه كنت موجود في الاردن قبل كده، بس اول مره في جرش. اول مره جرش، يمكن وطبعا مايسترو زي طارق طارق الناصر الناصر. ومجموعه وصوت جميل زي مايس حرف. طبعا طبعا. فكلمني عن التكريم ده واحساسك فيه. والله انت قلتي كلمه حلوه قوي يا استاذه، التكريم. طبعا انا اشكر حضرتك جدا على كلام كبير جدا، ان الاستاذه شفق المنيري تقول ده عني، فدي شهاده اعتز بيها عشان يعني. هطلب حاجه بعد شويه، فقول طبعا. اللي انت عايزه. لا والله، وانا بحب طارق ناصر جدا، استاذ طارق ناصر. الراجل ده احنا اتعاوننا مع بعض في مسلسل طايا، استاذ عمرو يوسف والاستاذ عمرو عبد الجليل، وكان في نجوم من الاردن معانا برضو في نفس العمل، منهم طارق ناصر اللي عمل مزيكا. ما كناش نعرف بعض يعني، فانا حبيته جدا، لان انا حبيت الراجل ده بياخد التراث البدوي او اي تراث، بيعمل منه حاجه تانية خالص، ويعمل هارموني، فبيعمل صح توليفه كده غريبه وما بيعملش طعم طارق الناصر يعني. فعملنا مع بعض طايع، يمكن حضرتك اكيد طبعا سمعتيه، طبعا خسرت الحر وكنت فين يا وعد، وماشي وشايل في كتافه حلم كانت الحانه. ف انا بعدها على طول قلت ده لازم نكون بنشتغل مع بعض مدى الحياه يعني، لاني نفس انا الروح بتاعتك. نفس الروح بتاعتي. لا وكمان يا استاذه، هو الراجل بياخد، هو قدر يحل كده معادله معينه، المعادله دي بانه ازاي ياخد البدوي والتراث ويعمل منه حاجه جديده، فاحنا نقدر نسمعها صحيح. او نقدر نغنيها او نقدر الناس ترقص عليها ونرجع نعيد نعيد صح. الموضوع، تجديد. لان الموضوع ده معادله، معادله بيوديها الى صعبه الحداثه حتى اللي احنا بالظبط، عايشين فيها. ودي معادله زي المعادله بتاعت المساله الحسابيه كده بالظبط صدقيني. بس طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو مديله نفحه في الحكايه دي بصراحه يعني، فهو عنده المعادله المظبوطه للحته دي. لذلك فهنا كان انه قال لك تعالى جرش بقى. لا ابتدينا بقى، هو زي ما انا قلت كده، هو قال وائل ده صوت بتاعي يعني. فلما بيكلمني والله انا ممكن اسيب شغلي واروح يعني، ومش مش ما بفكرش ان انا حتى هاخد اجر مادي، زي ما بيقول لي انت تيجي تجيب ضيف شرف على مسرح جرش. انا سكت كده دقيقه من انبساطي ان انا هغني على مسرح جرش.